بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. درس جديد من دروس شرح متن هداية المرتاب للإمام السخاوي رحمه الله تعالى والبيتين 59 و60. قال رحمه الله: وأخر الأموال والأنفس من بعد سبيل الله ذو الحذق الفطن، أول ما في توبة وفي النساء والصف، لكن في سواها عكسا. قصد الإمام السخاوي رحمه الله تعالى المواضع التي جاءت في الجهاد بالأموال والأنفس التي تقدمت فيها في سبيل الله على الأموال والأنفس، وهي ثلاثة مواضع كما هو واضح أمامكم في سورة النساء الآية 95. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى آخر الآية. وفي التوبة طبعا قال أول ما في توبة، الموضع الأول في التوبة. لماذا أول؟ سنعلم هذا بعد قليل. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، الآية 20. آخر موضع، الموضع الثالث في سورة الصف الآية رقم 11. قال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نضبط المواضع الثلاثة التي تقدمت فيها سبيل الله على الأموال والأنفس على قاعدة الضبط بالجملة الإنشائية، بالإضافة الذي أوضحه هنا وقاله الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، أيضا جملة إنشائية بسيطة تضبط لنا المواضع الثلاثة. تاب أولا صف النساء، تاب أولا التوبة، أولا أي الموضع الأول من سورة التوبة، صف النساء الصف وسورة النساء. قال السخاوي رحمه الله: لكن في سواها عكسا، أي في أربعة مواضع، وهي التوبة الموضع الثاني والثالث، ولهذا قال التوبة أول التوبة، وفي الأنفال والحجرات. المواضع هي: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نلاحظ تقدم الأموال والأنفس على كلمة في سبيل الله. هذا الموضع الثاني في موضع الأنفال هذا 72، وفي التوبة الموضع الثاني والثالث 41 81. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، تقدم الأموال والأنفس. الموضع الثالث: فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا. طبعا راح نشوف هنا بعدين لماذا هذا أن أو انفروا باللون الأخضر، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، إلى آخر الآية. موضع الأخير الرابع الحجرات الآية 15: إنما باللون الأخضر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نلاحظ في الآيات الأربع التي تقدمت الأموال والأنفس على سبيل الله وجود أو ورود في نفس الآية كلمة إن، انفروا، إنما. في المواضع الأربع إما تكون منفصلة كأن وردت هنا وكرهوا أن، أو تكون متصلة إما أن تكون إنما أو انفروا. نلاحظ هذه المواضع التي تقدمت الأموال والأنفس على سبيل الله ورود هذه في الآية، ونضعها كرابط لنا حتى نعلم متى تقدمت الأموال والأنفس. وبالمحصلة نضبط المواضع الثلاثة التي تقدمت فيها سبيل الله على الأموال والأنفس، وفي غيرها جاء بالعكس وهي سهلة ميسرة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كان معكم دريد إبراهيم المصلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.